هل يجوز هذا القول ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف؟ يقول هل يجوز هذا القول ربنا جلت قدرته ربنا أو ربنا جلت قدرته بهذا الذوق الشفيف والحس اللطيف؟ إن هذا الدين دين الإحساس، ومهما وجدت من حس حسن فهو آية تتلى وسنة تروى. هذا كلام غير معروف، ولا يقال الكلام هذا إنه غير معروف وغير واضح المعنى. نعم.